عبد السلام ريحان، دكتور في علم البيئة، تخصص علم الطيور، أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، عضو المختبر البيولوجيا بكلية بنمسيك، وعضو في جمعية غريبوم اللي هي جمعية تعني بدراسة وحماية الطيور بالمغرب. بالنسبة لمدينة المحمدية أو عمالة المحمدية بالأحرى، هي منطقة متميزة بتنوع المحايي، تنوع الأوساط البيئية، كنلقاو فيها الأودية، فيها الغابات، فيها الحقول، فيها الضيات، أيضا فيها السدود، وإضافة إلى ذلك توجد بها منطقة رطبة داخل المدينة، وهذا هو الذي يميز منطقة المحمدية. لكن وأيضا كثير من الأماكن في مدينة المحمدية محمية بالكتبان الرملية اللي هي مرتفعة جدا، خصوصا مثلا الكتبان الرملية لمنطقة العصيصطة. هذه الأوساط البيئية في مدينة المحمدية تتعرض لتأثير بشر حيواني اللي هو يتفاقم ويزداد يوما بعد يوم، مما يعرض هذه الأوساط البيئية وساكنتها من الكائنات الحية إلى التعرية. بين قوسين هذا مصطلح علمي كنقولوا إيغوزيون دو لا بيوديفيرسيتي، يعني التناقص ديال الأعداد ديال الأنواع. وهذا المشاكل ربما يتداخل فيها ما هو قانوني مع ما هو غير قانوني. إذا كنا نتكلموا على المناطق الرطبة أن فيها مشكل ديال مشكل العقار، لأن أملاك ديال الدولة وفي الخواص، هناك مشكل في بعض الأماكن الأخرى هي ملك الدولة، ولكن هناك التعامل معها بطريقة غير قانونية، مثل مثلا الكتبان ديال لاسيستا. فإزالة هذه الكتبان هو يعرض كل الحي ومحيطه لارتفاع المشاكل ديال التسونامي أو ارتفاع الأمواج التي يمكن أن تصل إلى داخل الساكنة عند إزالة هذه الكتبان. كما أن البناء عليها غير قانوني بناء على القوانين الصادرة في مجال التعمير. بالنسبة لمنطقة الكتبان ديال لاسيستا، هي بطبيعة الحال البناء عليها يخالف تماما القانون 81/12 الصادر في غشت 2015، وهذه مشكلة في حد ذاتها، يعني يبين مخالفات قانونية بالجملة لا هي ولا المناطق الرطبة أيضا التي يتم فيها الآن التجريف والاستغلال غير معقلا في غياب أي ردع قانوني للمخالفين. بالنسبة للمناطق الرطبة في المحمدية، هي مناطق جد غنية، جد متنوعة، تنوع البيولوجي لا مثيل له، لأننا استطعنا الآن تعداد حوالي 200 نوع من الطيور، وهو ما يشكل تقريبا نصف أعداد أنواع الطيور في المغرب، وهذا يجعلها متميزة. علما أننا بعض المناطق لم نصل إلى حد الآن، كمثل المناطق العميقة من واد الفيفيخ وواد الملح، وهذا ربما قد يجعل الأعداد تصل إلى أكثر من ذلك، مما يجعل هذا التميز خاص بالمنطقة، ولهذا وجبت حمايتها، الاهتمام بها، ورد الاعتبار لها، واحترام اتفاقية رامسار. احنا نحمل السلطات المحلية والدولة هذا التآكل وهذا التخريب الذي تتعرض المناطق، لأن الدولة هي مسؤولة بطبيعة الحال بحكم أن الاتفاقية هي اتفاقية بين الدول، والسلطات المحلية لأنها هي المسؤولة المباشرة عن هذه المناطق.